السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ينفعش بقى تيجي مرسى مطروح من غير ما تروح تشوف كليوباترا، شاطئ مزار كليوباترا. هنا اهو زي ما انتم شايفين، وهننزل طبعا جوه نشوف زي ما انتم شايفين. احنا اسبانيا الدنيا زحمة، حمامات كليوباترا او حمام كليوباترا، وهنشوف طبعا في بوابة هنا. نخش نقطع التذكرة ونرجع لكم. زي ما انتم شايفين ماشيين على الممشى اهو، والشط باين من اوله اهو. شايفين الصخرة اللي هناك دي؟ تحفة ازاي، والناس زحمة ازاي اهي على الممشى. زي ما انتم شايفين اهو الثلاث اهرامات اهو عاملين تذكاري اهو. منظر جميل للاحتفاظ بحضارتنا اهو عندنا بالصخر. زي ما انتم شايفين المنظر اهو، نكمل طريقنا للممشى، كله واقف بيتصور. طبعا المنظر ده طبعا مش في اي مكان ولا في اي بلد ولا في اي دولة غير في مصر. زي ما انتم شايفين اهو في المزار في حاجات مشتريات تذكار. تقول ان انا خدت الحاجة دي من مرسى مطروح اهو اهو. زي ما شايفين ايه حاجات من تراث بلدنا بردك مصر اهي. الحاجات الفخارية تبقى حاجات ان انت تشتريها. والناحية التانية طبعا كله عمال يصور، كله بيشوف المنظر اهو. طبعا تين مطروح متقدرش تيجي مطروح ومتكونش تين. شايفين المنظر تحفة ازاي؟ كل ما تقرب كل ما بقى المنظر احلى. طبعا واكيد الملكة كليوباترا ما اختارتش المكان ده الا اكيد عشان مميز. الفراعنة ما بتختارش حاجة الا ما يكون المكان مميز جميل. شوف الناحية التانية برضك الجبل الابيض دوت لونه تحفة. شايفين المية حلاوتها وجمالها والصخور. شايفين الممشى الممشى مليان ناس جاية تصور. طبعا ما ينفعش تيجي مرسى مطروح من غير ما تشوف مطروح حمام كليوباترا. انا عجبك الفيديو لايك وشير، وقولي لي من اي بلد بتتابعيني. بصوا منظر المايه تحفه ازاي. لازم ان انت تروح حمام كليوباترا، لازم في اي حتة في شاطئ كليوباترا هتعرف تتصور. بصوا لازم، بصوا في كل حتة تعرف تتصور، على الجبل على الرمل على الصخور في اي حتة. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. يعني لما الفراعنة هم اكتشفوا الموقع ده اكيد في ميزة، اكيد اكيد مش المنظر، اكيد اكيد في المية، اكيد في المنظر، اكيد في شمس، في رملته، في بحره، في صخره، اكيد سبحان الله. كل زوار مطروح انصحك تيجي حمام كليوباترا. وهنا طبعا الممشى هتلاقي حنة اللي عايزة ترسم حنة، هنا اكسسوارات واللي عايزة تتصور، اللي عايزة تتصور برضك ملاعب ملابس تاريخية، في كل حاجة، في كافيه، في كل حاجة هنا زي ما انتم شايفين. طبعا اللي عايز يتصور برضك صور خاصة بيه، في لازم يتصور على شكل، عايزة صورة معينة، عايزة كادر معين فيه. وهنا شايفين المنظر مش هتلاقيه في اي حته تانية غير في مطروح. مطروح الروح
الأخيرة نزلنا، هننزل حمام كليوباترا. يلا نشوف كليوباترا تنزل الحمام بتاعها ايه. زي ما انتم شايفين كل الناس صور حمام كليوباترا. يلا ركزي لي بقى شوية. يلا بابا يلا ده الحمام نفسه يا جماعة اهي، ده اللي كان بتخش كده، والحمام بينزل من الناحية التانية الناحية اللي قصاد. بصوا يا جماعة اهي، طبعا ده فوق كده، ده طبعا اكيد ده مقاعد، مقعد وحاجات ركنات اكيد. كليوباترا في سر ان هي بتقعد هنا، طبعا الميه بتيجي من هنا، ده مدخل، المدخل اللي انا صورته لكم قبل كده. وده عجبك الفيديو لايك وشير. طبعا الناس كلها جت تصور في حمام كليوباترا، كليوباترا كانت بتيجي فيها. ده حمام كليوباترا، وطبعا في النص طبعا في فتحه الشمس باب السما، مش هينفع طبعا. هو عبارة عن تكوين، فتحتين، فتحة يمين وفتحة شمال، وفي النص مفتوح. أكيد في ميزة،